السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسأل الله أوقاتكم بكل خير. معكم أخوكم كابتن صبري أبو الفرج، رحب بكم اليوم إن شاء الله. حلقة اليوم بمشيئة الله أنا بنتكلم عن حاجة دائما تشوفوها لما تشوف الطيارة طايرة في السماء وتشوف دخان أبيض طالع من المحركات وراها. طبعا بعض الناس يقول لك الماكينة بتبوش وبتحرق زيت وإلى آخره. هذا يعتبر كنوع من أنواع السحاب، وبيتكون بطريقتين. الطريقة الأولى إذا كان فوق جناح الطيارة أو داخل محرك الطيارة، فتحة المحرك من الأمام أو حوالينه، بيكون سببه أن الطيارة لما بتيجي ماشية وبسرعة عالية بسبب الشكل حق الجناح المقوس أو المحرك بيسبب ضغط واطي شوية، low pressure. الضغط الواطي هذا يسبب في درجات الحرارة هبوط. فلو مثلا لو قلنا درجات الحرارة مثلا كانت 5 درجات مئوية، فلما تمشي وبسبب نزول الضغط ال5 درجات هتصير حوالين المنطقة هذه حوالي 0 أو 1. ولما يكون الهواء مشبع بالرطوبة العالية جدا ومع البرودة هذه والضغط الواطي تتكون هذه السحب. هتلاقوها دائما يمكن وقت الإقلاع في المناطق الباردة والمطارات الباردة تلاقوها فوق الجناح حوالين المحرك. فما في، هي هذه كلها عبارة عن سحاب، رطوبة عالية، ضغط نازل بسبب السرعة حق الطيارة وشكل الجناح أو شكل المحرك المقوس هذا، ودرجة الحرارة الخارجية باردة فبتعمل هذا السحاب. طيب لما بتكون طائرة الطيارة فوق إيش اللي بيحصل؟ اللي بيحصل إنه الطيارة طائرة على ارتفاع مثلا 35 القدم، درجة حرارة الهواء اللي بيطلع من المحرك عادة ما بين 500 إلى 600 درجة مئوية. تخيلوا يعني 500-600 درجة مئوية هذا الهواء الحار اللي طالع من الطيارة، ودرجة الحرارة الخارجية للهواء على الارتفاع هذا أحيانا بتكون ما بين 40-45 درجة مئوية تحت الصفر. لما نتقابلوا الكتلتين هذولا حارة جدا وباردة جدا بتعمل عملية السحاب هذا، والتكثيف والكثافة بتصير عملية السحاب هذا. طبعا أحيانا تشوفوها خفيفة وأحيانا تشوفوها لا بيضة كده سميكة جدا. السبب إنه بتكون المنطقة اللي ماشية فيها الطيارة الرطوبة عالية جدا فيها، يعني متشبعة بالمياه، ولما تكون متشبعة من المياه بتعمل شكل السحابة غزيرة شوية كده. وفي نفس الوقت ممكن تجلس إلى 20 دقيقة هذه السحابة اللي بتطلع من المحركات هذه. فهذا السبب إنه درجة حرارة المحرك الهواء اللي بيطلع منها عالية جدا، درجة حرارة خارجية جدا باردة، يتلاقوا مع بعض بتتحول إلى سحب وإلى حبيبات ثلج صغيرة جدا، وممكن تجلس إلى 20 دقيقة. ويعتمد على المنطقة اللي فيها للطيارة، إذا كانت الرطوبة عالية المؤشر عالية فيها فهتكون سميكة شوية ولونها باين، وممكن تكون لون خفيف جدا بالذات في فترات الصيف تلاقوها خفيفة جدا وما تجلس إلا 3 دقائق 2 دقيقتين وتختفي. طبعا الرياح القوية فوق ممكن تحذفها يمين تحذفها شمال توديها على حسب اتجاه الرياح. هذه هي ببساطة الدخان اللي انتوا بتشوفوه بيطلع من الطائرة وهي طائرة فوق، او وقت الاقلاع فوق الجناح وفوق هذا. في موضوع تاني يزعج الركاب يخافوا منه كثير بالذات في فترة الصيف في الاماكن الحارة جدا والاماكن الرطبة، لما تكون الطيارة في مطار قريب من البحر او الرطوبة فيه عالية. يعني مثلا لما تكون في جدة بتشوفوها، لما تكون في الرياض أو في أبها مثلا ما تشوفوها داخل الطائرة.
دائما تلاقي ركاب مثلا انا جالس في مقعدي وفجأة اشوف الطيارة هذه كلها دخان والسقف كله دخان ودخان بس يطلع مع فتحات المكيف والناس تندعر وتقول لك ايش فيه، في حريقة، في دافي. نفس الفكرة، رطوبة عالية، الجو حار، المكيفات حقت الطيارة بتدي هواء بارد، فلما يكون درجة الحرارة 40 والرطوبة عالية جدا والهواء اللي خارج من المكيف حوالي 20 درجة يتقابلوا مع بعض، هيسوى عملية الدخان هذه، الضباب الخفيف اللي بيصير جوه هذا. هذا مرة ما في منه خوف، هذا ما هي عبارة إلا على الرطوبة مهما شدت ومهما هذا. وعادة لا قدر الله لو في مثلا شيء بينحرق ولا هذا، الريحة مختلفة، يعني ريحة احتراق سلك كهربائي لها رائحة لادعة كده شوية، احتراق زيت او ما زيت او حاجة لها رائحة مختلفة. فاللي بتشوفوه داخل كابينة الطيارة هذه بالذات في فترة الصيف هذه ما هي الا عبارة عن ضباب سحاب بيتكون بسبب درجة الحرارة الخارجية العالية والرطوبة العالية، ودرجة حرارة الهواء اللي جاي من المكيفات حقت الطيارة بتكون باردة جدا، يلتقوا الاثنين مع بعض كتلتين هواء، واحدة باردة واحدة حارة، وبتسوي عملية الضباب هذه، ما فيها أي خوف. وأول ما بتقلع الطائرة وتبدأ في تطلع في الأجواء الجافة، لأنه كل ما علينا بيجف الهواء نوعا ما يعتمد على المنطقة اللي انت فيها، بتشوفها خلاص بدأت تختفي وتختفي تماما. أحيانا بس تلاقيها لقى قطرات موية كده ممكن جالسة على الكومبارتمنت هذا اللي بتحط فيها الشنط ولا هذا، وبس بتنشف وبتروح وانتهى الموضوع. فهذه ببساطة إيش هو الدخان اللي بتشوفوه جوة الطيارة وانتوا طالعين، أو الدخان اللي تشوفوه لما تطالع لطيارة وهي في السحاب ماشية والمحركات حقتها مطلعة الدخان ده من خلفه، ما هو مبوش المحرك ولا زيت بينحرق ولا ده. وفي نفس الوقت لما تيجي في وقت الإقلاع وجالس انت قريب من الجناح والمحرك وتشوف الهواء هذا في المناطق الباردة، هذا هو كله ببساطة، شيء لا خوف منه ولا شيء، تفسير فيزيائي علمي لا أكثر ولا أقل. ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله في الحلقة هذه إن شاء الله، والحلقة الثانية إن شاء الله بإذن الله موضوع جديد وإن شاء الله يعجبكم بمشيئة الله.